السلام عليكم ورحمة الله. حاب أحكي اليوم مناسبة عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير يا رب جميعا، على الأمة الإسلامية جميعا يا رب، على الأمة العربية تعم السلام والأمان لأمتنا العربية إن شاء الله والإسلامية يا رب، على الجميع السلام إن كان بالأوروبية وعلى الكل، إن شاء الله يكون السلام والمحبة والمودة بين الجميع يا رب. حاب أحكي، جت لي اليوم كاميرا كنت موصي عليها عبر الانترنت. طبعا هاي الكاميرا حاب اليوم افتحها واشرح لكم عنها شو بقلبها، شو في اغراض وشو الجودة تبعيتها بالتصوير. هذا هو حاب احكي بهذا الفيديو، مثل بيجي طرد عنا من شركة دي اش ال. طبعا دي اش ال هي اللي بتوصل طلبات على البيت، طبعا خدمة كتير حلوة هون بألمانيا، وأتمنى إن شاء الله تكون بدولنا العربية هالخدمة، وإن شاء الله ننعم بحضارة جديدة ببلادنا العربية يا رب، وأتمنى هذا الشيء. Thank you.
كاميرا ضد المي، انزل فيه بعمق تقريبا 20 متر، يعني 15 متر كمان ممتاز، 15 متر عفوا. ايه هاي حماية، وفيمكن تطلعوها، وهاي القاعدة تبعيتها حماية كتير حلوة، انتم شايفينها هاي القلب تبعها. هاي القواعد كيف انت بتلغى، بتحط القاعدة وين، مسكليته طبعا، دراجة، ميتور، سيارة، وفينك تنصبها كمان بالبيت، تصور عبر مقعد لك وتحكي. انا صراحة ما جربت هلا التصوير تبعه، بالعطري اللابتوب بدي اشوف كيف التصوير تبعه، وان شاء الله فيديو وبعرضكم الفيديو اللي انا اصوره، ان شاء الله اشوف الميزة تبعيت، الميزة بالتصوير او بالصوت كمان بالمايك، وبعرضكم الفيديو. بس انا حبيت اشرح لكم على هذا القطع، هاي القطع اللي اجت معاها الكاميرا، وصلت اليو اس بي انتم شايفينها وكلياتها، هاي القطع ارسلتكم اياها، وهذا الفيديو. اتمنى المشاركة وتفعيل الجرس يا اخوان والدعم للقناة.